زهر القرنفل من الأشياء اللي جداً مفيدة لجسمنا وشعرنا بشكل عام، وإن كان مستخدم كزيت أو حتى مطحون، ولكن الكثيرين ما يعرفون كيفية استخدامه للشعر. لذلك اليوم جايبت لكم أكثر من طريقة باستخدام القرنفل نقدر نستفيد منها لشعرنا. أول طريقة لليوم باستخدام زيت القرنفل للشعر الجاف تحديداً، نقدر نستخدم قطرة واحدة من زيت القرنفل، نخلطها مع قطرة أو قطرتين من زيت الزيتون على حسب طول شعرنا، ونخلطهم حتى يكونون مثل السيروم. نقدر نستخدمه على شعرنا كاملاً لما يكون شعرنا رطب، ومن ثم نلف بمنشفة لمدة 20 دقيقة إلى أن يمتص الشعر، وبعدين نسرح شعرنا ونمشطه كما المعتاد. تستخدم هذه الطريقة لترطيب الشعر وتغذيته في آن واحد. أيضاً زيت القرنفل ممتاز للتخلص من قشرة الشعر. قشرة الشعر تكون عادة أسبابها جفاف في فروة الرأس أو جفاف في الشعر بشكل عام، مما يسبب إلى تهيج الفروة وتكون القشرة. زيت القرنفل ممتاز لهالموضوع باستخدامه أنه نخلط 10 إلى 12 قطرة من زيت القرنفل مع الشامبو العادي اللي إحنا نستخدمه، ومن ثم نستخدمه على شعرنا، نغسل به شعرنا عادي. مع الاستمرارية هالشي راح يخلصنا من فروة الشعر الجافة وأيضا قشرة الشعر. أيضا ممكن استخدام زيت القرنفل عن طريق وضعه في بخاخ للشعر. طريقة الاستخدام سهلة جدا، ممكن انه نلقيه جاهز في الكثير من الصالونات، بخاخ القرنفل للشعر، وممكن انه نصنعه بالبيت. شلون نصنعه؟ كل اللي نحتاجه هو ربع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل، نخلطها مع لتر واحد من الماء. فإذا كل لتر مي مع ربع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل، نخلطهم ونتركهم تقريبا 20 دقيقة، ومن ثم نبخهم على شعرنا. راح يستغرق من 24 إلى 48 ساعة على مود يبين مفعولة على الشعر. هالشيء يؤدي إلى ترطيب الشعر بشكل كبير، وأيضا إضافة رائحة زهر القرنفل الحلوة الحارة لشعرنا. القرنفل المطحون أيضا ممتاز لتوقيف تساقط الشعر، لأن القرنفل إذا حطيناه على فروة الرأس رح يعزز من الدورة الدموية في الرأس وفي فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نموه. فننصح باستخدام القرنفل مطحون للناس اللي تعاني من تساقط الشعر الكثيف، هالشي ممكن يساعدهم بشكل كبير، وأيضا بنفس الوقت رح ينطي ترطيب ولمعان وريحة كلش حلوة.